بسم الله. مرحبا مشاهدينا الافاضل، اهلا وسهلا الى ملعب الوطني بنجامين مكابا هنالك في العاصمة التنزانية دار السلام، المواجهة 11 بين المنتخبين التنزاني والجزائري في تاريخ كرة القدم الإفريقية في إطار الجولة الثانية من هذه المجموعة السادسة التي يتصدرها المنتخب الجزائري بثلاث نقاط بعد فوزه على أوغندا بهدفين لصفر، ويأتي في المركز الثاني منتخب النيجر بعد تعادله في مباراتيه، المباراة الأولى تنازلي، وهذا ضروري في الكرة وفي حياة حتى الإنسان العادي. كرة تسترجع من حسين بن عيادة، يلعبها في الوسط لبن دبكة، حسين مرة مهما يكون قلما وبعدين للقاء وصمت يلحق عليها من هنالك على الجهة اليسرى، الحكم لم يقل شيئا، التوزيع انتقالية إسلام سليماني بالرأس لم يقدر، حسين بن عيادة يبحث من هنالك أنا رامي يبحث عن يوسف بليلي واسماعيل بن 20، هدف تنزانيا، الكرة على الجهة اليمنى، محاولة المرور يرسل كرة بعيدة الأمام، نعود نذكر بأنه ياسين لي مسوفة، كرة بعيدة، تغطية دفاعية من عيسى، التوازن والناس يرجع لبن عياد الرصية والحارس لا الكرة مازال، اسماعيل يلعب مع يوسف بليلي، يوسف معلم، تغطية دفاعية من هنالك من العملاق ديكسون جوب، شماري تغطية دفاعية من رامي بن سبعيني، جاه صمت فوق عليه كرة بعيدة الأمام، التغطية الدفاعية، الخصم والكرة والمباراة بالشكل اللائق، زرقي مباراة تتحسن أكثر لو يسجل واحد من الفريق، دخل زرقان في انتظار إسلام، آدم يحاول يمر، التوزيعة من آدم ممتازة ليوسف والتغطية الدفاعية، رجعة جزائرية من زرقي يلعبها من هنالك لحسين بن عيادة، يلحق على الكرة، شوف وين موجود إسماعيل بن ناصر، شوف تروح لآدم والناس، يلعبها في الوسط من يوسف البليلي، يخطف الكرة، ما زال يقاوم يوسف، حكم ماذا قال؟ بأنه فيه خطأ ولكن في صراع، يتفوق اسماعيل، هذا نملة ونحلة وحشرة، حشرة بالجانب الفني وعملاق، تأسى الكرة في النص، مسوفا وسهل الكرة تنصرية، محاولة التسديد، التسديدة بعيدة، راحت سلامات، قدر يحتفظ بالكرة، آدم ضيعها مرة ثانية، سيكون بحاجة آدم إلى وقت حتى هذه المباريات اللي يخوضها، ممتاز الكرة تلعب مع كيبا بعد جيدة والتوزيعة، يرفع الكرة رائعة حسين، وبين أحضان كرة بعيدة من مانولا، رامي آدم يحاول يمر، ممتازة من آدم والناس لبن دبكة، معلش كرة كانت ممتازة من آدم والناس، يلحق الحق عيسى مندي، عيسى مندي كرة في اتجاه بابا آدم والناس، ناصر يبحث عن آدم زرقان، قتلتها ماتت الكرة هذه، التسديدة يا آدم لم يقدر، وما زالت الكرة تنزانية على الجهة اليمنى، ورامي بن سبعيني يغطي الكرة، عن الريتم ولا أو عن المستوى لكن متحكمين في الكرة وبن سبعيني، والكرة بعيدة في اتجاه يوسف البليلي، والخطأ يحتسب الحكم ضد يوسف، لا ما تحتاجش يوسف، يا رامي توزيع الرصية من هنالك، تلعب الكرة في القائمة الأول والتغطية الدفاعية، ما يوسف غطاوها، غلقوا عليه يوسف البليلي، غلقوا عليه على الجهة اليمنى، لذلك يلعبها بينية، رجعت له، دخل رامي يا سيد الحكم، لا ما فيش ركلة جزاء لأنه سقط وحده، ثم رامز الروقي مرة ثانية، رامز يلعب، خرج الحكم، خلى اللعب، التوزيع البعض عن صامات الرصية، مرة سلامات، هذه كذلك أول كرة صعبة لصامات الصامت في الخط الأمامي لتشكيلة منتخب ترى هيلا، وقال رامي بن سبعيني يفتح مجال التسجيل في الدقيقة 46، استم فوق دائرة النقط، كرة في وضعية تسلل أو خطأ يصفر الحكم، نتحدث عن النقد، أقول النقد وليس الحقد، أقول النقد
وليس التحريض على المدرب واللاعب. القائمة الثاني إسلام عمورة، والدفاع يدخل ويخرج. انتبهت فقط للذي دخل أم الذي خرج؟ فلم انتبه لك. في اتجاه شوماري، شوماري والتوزيع في القائمة الثانية. يا عيسى بعيد الكرة من بدران، راحت سهلة لبودونيس، يلعب على الجهة اليسرى في اتجاه الوسط. بن سبعيني يتمكن منها مرة ثانية، تروح مباشرة في اتجاه شوماري على الجهة اليمنى، والحكم المساعد يرفع الراية معلنا. وفقط إلى مونديال 2018 في روسيا أربعة، ورجعت له زروقي مرة ثانية في الوسط، يلعبها لإسماعيل، اضرب الكرة يا زروقي. شوف وين حطيت إسماعيل يا زروقي، شوف وين حطيته في وضعية تلقى إثرها ضرب أمورا. اي 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 وبلايلي ولولا، كرة تسترجع تنزانية بعيدة تماما، هنالك على الجهة اليمنى من عند جهة اليمنى عمورة، كرة بعد رجعت له مرة أخرى تلعب لإسماعيل، ضيعتها يا عمورة، ويعتمد على السرعة وما زال عمورة بالرأس. عمورة لإسلام، إسلام يرقب كومطا، يدخل صمطا، يبحث عن البينية، هنالك على الجهة اليمنى التسديدة ولولا، رئيس ينقذها قوية. أول فرصة وأول لقطة خطيرة، وكأنه بدأت تظهر معالم سلسلة. سلوم مرفوعة في القائمة الثانية، الرأسية مرة ثانية، وراحت ضربة مرمى، وبعدين دفاعنا تراجع شوية، رجع نزل شوية تحت، حاولت التسديد من بعيد. تغييران اضطراريان في التشكيلة الجزائرية، شوف مازال بقينا تحت. زروقي كرة عرضية، تغطية دفاعية من هنالك، عمورة وإسلام، عمورة يا 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 الدنماركي لمنتخب التنزاني. عمورة من عند مدافع بن عيادة، لم يمر لن يعطيك أي خطأ. كرة بعيدة، رئيس وابن بلحي من يقرب منه آدم، يبحث عن بلايلي، ترجع له مرة أخرى، راح طوبة من هنالك على الجهة اليسرى، في تدخل على الحقها وبلايلي. شوماري يبحث عن التوزيع بعيدة، بعيدة تماما على رئيس، يمر بلال، يدخل إبراهيمي، مازال إبراهيمي. أي 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 أولولا، رائع من بلال، رائع من بلايلي، التغطية الدفاعية رائعة من هنالك. وما زالت شوماري، يدخل شوماري، سدد وين وين يا شوماري. بدران كرة بعيدة، بعيدة تماما على استلم عمورة، عمورة عمورة، جول بابا بابا بابا، جول محمد لامين عمورة، جول.